احنا عايزين نعرف اين ماجدة منصور بتاعت البداري. ماجدة منصور بتاعت البداري دي بنت الاسبوع اللي فات مشيت الصبح، مش عارف رايحة تمتحن ورايحة ايه. لما يكون في 1000 واحد في الكنيسة، لو واحدة همست ستعكر الصف. المهم راحت تمتحن ما رجعتش. بعد يومين نزلت فيديو، انا امبارح كنت مع ابوها، كنت بصلي في نجع الجزيرة ورحت دير الانبا هرمينة، وابوها كان موجود يعني. فهم نزلوا على الانترنت جواب، قال لي ما الجواب ده مش عندنا، يعني الجواب ده ما لقيناهوش عندنا في البيت، ممكن يكونوا ضاغطين عليه عشان تكتبه. ونزلت 2 فيديو وقعدت تقول انا مشيت برب مزاجي ومش عارف ايه وحاجات زي كده. عايز اقول لكم حاجتين يعني تعليقي على الموضوع ده. اول حاجة، انا شخصيا تألمت كثيرا لان الرعاية كانت قليلة. البت دي لو احنا كنا مراعينها ما كانتش حبت الواد المسلم ومشت. اسلام ايه وبتاع ايه؟ واد يعني، يعني سيطر على عواطفها. ولذلك بصوا لي كويس كده وركزوا، لازم نشبع بناتنا، لازم نشبع بناتنا. انا فاكر زمان وانا سكرتير للبابا كان في بنت زي كده وخربنا الدنيا لغايه ما جت بعد 12 13 يوم كده. المهم فانا قلت لها يا بنتي مش حرام عليكي اللي عملتيه فينا. فانا فاكر ساعتها راحت عامله لي دراعها كده، فلقيت في دراعها اثار حرق. فقالت لي ابويا كان بيحرقني، فالواد بنفس اللفظ بنفس اللفظ، فالواد المسلم ما صدقت ضحك في وشي فترميت في صدره عادل كده. بنت كانت جريئه قوي. الواد المسلم ما صدقت ضحك في وشي اترميت في صدره لان ابويا بيحرقني. فاحنا لابد ان احنا نهتم ببناتنا جدا، ندور عليهم نفتقدهم، ونهتم بنفسيتهم، نهتم بنفسيتها ونكون قريبين منها. عشان لما اي بنت بتاخد صدمات كثيرة، هما انا دايما بقول ما فيش حاجة اسمها خطف بنات، طول عمري اقول كده ما فيش حاجة اسمها خطف بنات، ما فيش حاجة اسمها بنت غصبا عنها، انسوا الحكاية دي. انما في خطة اغواء بنات، في خطة اغواء بنات، يفضل لغاية ما يشنكلها، او اسف باللفظ اللي انتوا بتقولوه يعلقها، انا اسف باللفظ يعني لغاية ما يشنكلها. واول ما يشنكلها خلاص بقى. فدي اول جزئية، ان احنا نخلي بالنا من بناتنا كويس قوي. الجزئية التانية، التقدم الجميل حاليا. زمان زمان ايام انا كنت في القاهرة يعني، كان اللي بيغير دينه ما بنعرفش نطلع له بطاقة تاني. دلوقتي لا، دلوقتي الدنيا اختلفت. يعني انا اعرف واحدة اعرفها كويس قوي قوي كمان، صحيح ليا من ساعة ما جيت اسوق ما شفتهاش بس اعرفها كويس يعني. وكانت بتشتغل في حاجة يعني كده في المجال الكنسي يعني كمان. اتجوزت وجابت ولد وبنت،
وحياتها مع جوزها كانت لا تطاق، مش قادرة تحتمله. فولد مسلم برضو كده وقعت معاه وأسلمت عشان مش طايقة جوزها. الحاجات الجديدة اللي حاليا بيعملوها انهم بيسفروهم بره، عملوا لها باسبور وسفروها ماليزيا. سافرت ماليزيا كانوا منتظرينها ناس مصريين مسلمين طبعا. المهم يعني عاشت زي ما عاشت في ماليزيا شهرين. بعد اسبوعين كانت بتضج وبتصرخ، لغايه ما بعد شهرين تعرفت على واحد برضو. مين بيكلم؟ مين بيكلم؟ اللي عايز يتكلم يخرج بره في الهواء. حاجة غريبة جدا، ما يتفضل في الدير بره، يقعد معانا ليه؟ احنا ماسكين حد من ايديه نتكلم في حاجات مهمة. المهم اتعرفت على واحد وهي في ماليزيا، مسلم مصري يعني، وهي البنت عايزة تمشي. فيعني ايه، طب تتجوزني؟ ما هي خلاص قاعدة شهرين هناك هتفرتك. وهو كان متجوز اتنين، قال لها ايوه، لا خلاص واتجوزك. وساعتها انها تنزل مصر، ونزلت مصر وعاشت معاه برضو يجي شهر ولا اتنين، اتجوزها ما اتجوزهاش زي ما يكون يعني. وبعدين تمكنت، كانت في حتة في القاهرة يعني، تمكنت من الهرب. يعني انت لما تسمع الموضوع ده زي ما يكون فيلم مثير. وتمكنت من الهرب بعد ما هربت منه ومعاها وابنها وبنتها. بعد ما هربت خلاص بقى تمكنت انها تغير البطاقة بتاعتها في شهر. ده يعني عندنا المكتب في القاهرة، وابونا بخوم يعرف الكلام ده كويس. ابونا بخوم معانا هنا، ابونا بخوم يعرف التفاصيل، مش تفاصيل البنت دي، تفاصيل التغيير. وتمكنت انها تغير البطاقة بتاعتها وغيرتها، وبقيت مسيحية تاني، واشتغلت وبتراعي ابنها وبنتها. انما عاشت حقبة من الزمن، فكل دول يا عيني بيروحوا كده على حسب بقى كل واحدة ودرجة احتمالها. واحدة بتحتمل شهر، واحدة بتحتمل شهرين، واحدة بتحتمل ثلاثة، واحدة بتحتمل أربعة، وبيرجعوا. بس الجميل حاليا ان احنا بنغير البطايق. زمان كانش بيتم الكلام ده خالص. انا بقول لكم بس عشان تبقوا على دراية بالامر. فالبنت دي صلوا لها، مش هقول اكتر من كده. نمرة واحد تصلوا لها لغاية ما ترجع لنا بسلام. نمرة اتنين نتعلم من هذا الكلام ان نخلي بالنا. وده اللي انا عايزكم فعلا يا احبائي تعيشوا بيه، نخلي بالنا من ولادنا ومن بناتنا. نخلي بالنا من ولادنا ومن بناتنا. اوقات احنا في الكنيسة نضيع وقت في حاجات صغيرة. نضيع وقت في حاجات صغيرة. سمعتش ابونا عمل كذا؟ سمعتش الأستاذ فلان عمل كذا؟ ونقعد نضيع وقت في كلام كده. على رأي واحد من الآباء، دول ناس بيلعبوا بالتراب. في ناس بتقعد تلعب في التراب، وناس تاني بتحلق في السمائيات. وقتها غالي انه مثلا يدور على بنت كده تعبانة، يدور على ولد تايه كده. يعني في واحد وقته غالي، كل دقيقة بيعمل فيها حاجة. واحد تاني قاعد يحكي وبس. سمعتش أبونا عمل وأبونا سوى؟ عمل إيه وسوى إيه؟ مش كفاية سطحية؟ مش نبقى كده عندنا عمق ونجري ورا أولادنا وبناتنا بدل ما قاعدين طول النهار نجيب السيرة في سطحية؟
ولذلك يعني انا شخصيا موضوع البنت ده طبعا ما عداش عليا كده. قال لي ابوها امبارح يقول لي تتصل، قلت له في بالي، واتصل بمين؟ اتصل بمين؟ ما نزلت 2 فيديو، اتصل اقول ايه؟ اتصل اقول ايه؟ طبعا هو عشان مجروح طبعا، فانا يعني ربنا يكون معاه بيساعده، صلوا له.